أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ولكن وكان الله بكل شيء عليما ندوہ والے اور دارلو والے بہت سارے بہت ساری دعاؤں سے نواز رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کا حقیقت سے بدل رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد نبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه السلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ما أعبد
النصف في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله.